أحمد، ردود الفعل في إسرائيل تأتي من كل الاتجاهات بعد ما صدر عن الخارجية الإسرائيلية وصف جنوب إفريقيا بأنها ذراع القضاء لحماس. الآن هناك تصريحات نقلا عن بن غفير يتحدث فيها عن أكاذيب. ما الذي يقصده بالأكاذيب؟ بالفعل بالأكاذيب، ويصف قضاة محكمة العدل الدولية بالأوغاد، أو ربما كان يقصد المحامين الجنوب أفريقيين. قال في بيان مقتضب صدر عن مكتبه منذ قليل إنه لم يحدث أبدا أن اجتمع هذا العدد من الأوغاد، أن انضموا إلى أكاذيب بغيضة إلى هذه الدرجة. ومن غير الواضح أن كان يقصد القضاء أو كان يقصد المحامين الجنوب أفريقيين. لكن بدل أن تذهب إسرائيل، سواء تصريح إيتمار بن غفير الآن أو تصريح لوزارة الخارجية الإسرائيلية منذ قليل وصف فيها المحكمة بأنها مسرحية وشن هجوما على جنوب أفريقيا، بدل أن تقول إسرائيل بأنها لم ترد أن ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة أو أن ترتكب جرائم إبادة شعب، أو كما كان يتوقع كثير من الإسرائيليين أو حتى الصحفيين، أن تقول إسرائيل إن التفسيرات أو التصريحات التي أوردت في الدعوة الجنوب أفريقية أخرجت من سياقها أو أنها من أشخاص لا علاقة لهم بالقرار في إسرائيل. اختارت إسرائيل ألا تتطرق إلى هذا الأمر بتاتا، وأن تهاجم قضاة محكمة العدل الدولية وأن تهاجم جنوب أفريقيا على الدعوة التي قدمتها ضدها في أمام محكمة العدل الدولية. لكن المهم هو ما حدث في استوديوهات الأخبار في إسرائيل، حالة من الصدمة، صدمة كبيرة جدا. كيف تمكنت جنوب أفريقيا من جمع هذا العدد الكبير من التصريحات التي وردت على لسان المسؤولين الإسرائيليين وتقديمها لمحكمة العدل الدولية؟ وبينما كانت تتوقع إسرائيل خلال الفترة الماضية أن تركز جنوب أفريقيا على تصريحات لأعضاء كنيسة هنا وهناك في الليكود لمرشح متدني المرتبة في الليكود، اختارت جنوب أفريقيا أن تركز بالأساس على تصريحات قادة إسرائيل، الرئيس الإسرائيلي، رئيس الوزراء، وزير الأمن، بالإضافة إلى تصريحات لكبار المسؤولين الإسرائيليين، وأن تأخذ تعليقات الجنود الإسرائيليين في الميدان. وكأنها تقول أن التصريحات السياسية تلقى أذانا مصغية في الميدان في قطاع غزة. هذه الأمور أربكت إسرائيل بشكل كبير جدا، خصوصا أنها ستخصص جزءا كبيرا من مداخلتها غدا، من مرافقتها غدا، من أجل القول إن التصريحات التي جمعتها جنوب أفريقيا هي من أشخاص لا علاقة لهم باتخاذ القرار العسكري أو السياسي في إسرائيل. لكن ليس هذا ما حدث اليوم، وربما يكون هذا قد خلط الأوراق في إسرائيل. في ساعات الصباح قبل انطلاق هذه المحكمة كانت إسرائيل تتوقع أن تصدر المحكمة، محكمة العدل الدولية، قرارا مؤقتا ضد إسرائيل أو قرارا احترازيا ضد إسرائيل، مثل إلزامها بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو غيرها من الإجراءات، أو إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة. لكنها لم تكن تتوقع، بحسب ما نقلت صحيفة هارتس عن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، إسرائيل لا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الحرب على قطاع غزة. لكن بحسب سير جلسة اليوم، وبما أن هذه الجلسة جاءت بخلاف ما كانت تتوقعه إسرائيل، فربما قد تكون هذه التوقعات الإسرائيلية مبكرة وتستند إلى تقديرات لا إلى سير المحكمة نفسها، خصوصا أنها كتبت خلال ساعات الليلة الماضية ونشرت اليوم. غدا هناك ترقب للمرافعة الإسرائيلية للرد على ما ورد في الدعوة الجنوب أفريقية. ولو أن حالة الصدمة في إسرائيل واسعة وانعكست الصدمة على لسان الصحفيين الإسرائيليين الذين فوجئوا وبدأوا اليوم بعد 3 أشهر بإدانة التصريحات الإسرائيلية التي كانت تدعو إلى قتل الغزيين، علما بأن جزءا كبيرا من الإسرائيليين، من الصحفيين الإسرائيليين، كانوا يحرضون أيضا على قطاع غزة. والجملة الشهيرة التي كانت تتردد على لسان أكثر من مسؤول من صحفي إسرائيلي عفوا في مقالاتهم وأمام الشاشات: العام المقبل سنسبح في بحر غزة، في إشارة إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة. أحمد روشة من تل أبيب، شكرا جزيلا لك.